المترشح لويزه حنون نظم امس تجمعا شعبيا بجلمان، نتابعه مع نور الدين ضروية. استهلت لويزه حنون كلمتها امام الحضور خلال هذا التجمع بجلمة بالنأي بنفسها عن مشاركتها في الحكم وما نجم عنه من مفاسد، جاعلة من النضال درعا للوطن والإصلاح. أضافت تقول: أنتم تعرفوا باللي أنا ما حكمتش، ما شاركتش في الحكم، أنا ما عندي مسؤولية لا في الجرائم تاع نظام الحزب الواحد، لا في الانحراف الخطير تاع المأساة الوطنية اللي تسبب فيها، أنا ما عنديش مسؤولية في غلق المؤسسات، في تشريد مئات الالاف من العمال وعائلاتهم، ما عنديش انا مسؤوليه في الضيق اللي يعانيوا منه الشباب بسبب البطاله، لاني انا ما كنت رئيس جمهوريه، ما كنت رئيس حكومه، بالعكس بالنضال نتاع حزبي، بالنضال نتاع حزبي انتزعنا مئات الانتصارات، خففنا شوي من المعاناه. نحن بناة للوحدة الوطنية، دعاة للديمقراطية. أضافت قائلة مستهجنة الدعوات لغير ذلك كالجهونة من قبل من مارسوا السلطة. كاين مرشح اللي كان رئيس حكومة في السابق قاعد يقول إن يقترح على الشعب تقسيم الجزائر إلى جهات وأقاليم، يعني الجهونة لا ريجوناليزاسيون، ويقول باللي البلديات، هاد البلديات لازم نجمعهم باش يقلصوا بيان سور النفقات، قال ما يحتاجوش اونجان كل وحده، انما واحد برك يكفي لستين بلديه، هذه ماشي سياسه تقشف برك، هذه سياسه موت، هذه سياسه نتاع الدوله تتنصل كليا من تشيير البلديات، ما توفرش الحاجيات. انا بالعكس نقترح عليكم مضاعفة عدد البلديات والولايات باش تتضاعف مناصب الشغل والمشاريع التنموية، لتدعو الجميع إلى المشاركة في الانتخابات من أجل التغيير الإيجابي. احنا اليوم لازم نعقدوا العزم باش نحافظ على السيادة الوطنية، أولا نرفض كل محاولات التدخل الخارجي، لأن السيادة هي الشرط باش تصوب السياسات، باش نبني مؤسسات ديمقراطية، باش نبني دولة الحق والقانون، باش نضمن الحقوق والحريات، وبالتالي يوم 17 أفريل ارفعوا التحدي واتوجهوا وبكثرة لصناديق الاقتراع باش تمنعوا التزوير، وبالتالي ترسخوا تفرضوا ترسيخ السيادة الشعبية.